بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وحوار خاص مع واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد يمتاز بالمهاره، يعني اتفرجنا عليه في الدوري الممتاز سنه اولى دوري ممتاز، ما شاء الله تالق بشكل كبير مع نادي سموحه. النهارده هيكون ضيفي وضيفكم في حوار خاص النهارده كابتن احمد عبد القادر، اللي بنقول له الف مبروك وعوده مره اخرى الى بيته النادي الاهلي. احمد عبد القادر هو واحد من ابناء النادي الاهلي اللي تربوا داخل قاع الناشئين بالنادي الاهلي، مر بمرحله احتراف او تجربه افادته كتير، بعد كده محطه مهمه جدا في محطاته هي نادي سموحه، ما شاء الله هناك تالق بشكل كبير جدا، لفت الانظار. وزي ما بقول لحضراتكم، اول سنه في الدوري الممتاز ما شاء الله بنشوف ارقام بتنم وتبشر ان عندنا لاعب كبير ان شاء الله هيكون موجود في النادي الاهلي وايضا في سماء الكرة المصرية. النهارده شاركونا على هاشتاج اسأل أحمد عبد القادر، ابعتوا لنا رسائل حضراتكم وأسئلتكم كمان، وشاركونا النهارده مع نجمنا نجم الأهلي الجديد أحمد عبد القادر. هنقول كل أسئلة حضراتكم وكل رسائل حضراتكم للوافد الجديد ابن النادي الأهلي أحمد عبد القادر، اللي احنا بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، زي ما احنا شفناه متألق مع سموحة إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق مع النادي الأهلي. النادي الأهلي الفترة الأخيرة لما كنا بنتكلم عن موضوع الإعارات، النادي الأهلي الخطة اللي وضعها لموضوع الإعارات من 3 سنين ما شاء الله لقت نجاح كبير جدا، وكنا هنا بنتكلم وبنقول إن التجربة دي إن شاء الله هيكون ليها مكاسب كبيرة جدا داخل النادي الأهلي. وإحنا بنتكلم ما نقدرش ننسى واحد زي أكرم توفيق. أكرم توفيق هو نتاج من الإعارات، تألق بشكل كبير في الجونة وعودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي. النهاردة بنتكلم عن أكرم توفيق وهو واحد من نجوم النادي الأهلي، العناصر الأساسية، أيضا كان مع المنتخب الأولمبي وأيضا مع منتخب مصر الأول. ما نقدرش ننسى وإحنا بنتكلم عن الإعارات نجم الأهلي محمد شريف، واحد من هدافين الكرة المصرية، تألق بشكل كبير أيضا مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر الأول. هي دي الإعارات ودي فوائد الإعارات للأندية الأخرى، وعودة للاعبي النادي الأهلي مرة أخرى إلى بيتهم علشان يتألقوا بشكل كبير. لو إحنا النهاردة بنتكلم عن أحمد عبد القادر، لو هو مش لاعب تبع النادي الأهلي أو هو معار من النادي الأهلي لسموحة، وإحنا النهاردة بنطلبه من سموحة بعد التألق الكبير اللي ظهر بيه في الدوري الممتاز، أكيد كان هيتحط فيه أرقام كبيرة جدا. علشان كده النهاردة وإحنا بنتكلم عن الاستثمار الرياضي، النادي الأهلي النهاردة مكاسب كبيرة جدا لتقوم بها لجنة التخطيط على رأسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب، وأيضا عندنا شاب كادر رائع أهلاوي أمير توفيق اللي بيقوم بالشكل ده بشكل كبير، وآخر التجارب كمان مصطفى البدري اللي بنتمنى له كل التوفيق. وبالمناسبة مصطفى البدري احنا أول ناس اتكلمنا عنه في برنامج الأشبال لما كان ناشئ داخل النادي الأهلي، لكن الظروف ما كانتش محلفة شوية، وقت ما تم تصعيده الفريق الأول كانت قائمة الفريق الأول مكتظة بالنجوم، علشان كده راح لتجربة للإنتاج الحربي وتألق بشكل كبير، والنادي الأهلي رجعه لبيته مرة أخرى ويعيره حتى يظهر بشكل كبير ويقدر يشارك بشكل كبير، وبعد كده يرجع بيته النادي الأهلي. هو ده الاستثمار الرياضي وده الهدف الأكبر والأسمى من الإعارات اللي تتم داخل النادي الأهلي. هيكون ضيفي وضيفكم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله الكابتن أحمد عبد القادر، اللي هيكون فيه حوار مهم جدا. هنفتح معاه كل الملفات، بدايته في النادي الأهلي وقطاع الناشئين وأول واحد اكتشفه، تاني حاجة مرحلة الاحتراف في التشيك، ودي من أهم المراحل والفترات اللي اكتسب فيها خبرات كبيرة جدا. وبنسمع الكابتن أمير توفيق كمان التكوين الجسماني اختلف بالنسبة لأحمد عبد القادر، ودي فوائد الفترة الاحترافية اللي قضاها في التشيك. ثالث حاجة مرحلة سموحة هنتكلم فيها، وأكيد دي مرحلة مهمة جدا ومرحلة ناجحة بالنسبة لأحمد عبد القادر، وهتعرفوا برضو كواليس من أول واحد كلمه في النادي الأهلي وموسيماني قال له إيه في الوقفة اللي كانت بعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز. كل الكواليس دي هتكون مع ضيفي وضيفكم النهاردة أحمد عبد القادر. لكن قبل ما نروح لأحمد عبد القادر ونستقبله بعد قليل، أكيد النادي الأهلي بيعمل صفقات مهمة جدا للموسم ده. الصفقات دي زي ما احنا شفنا الموسم الماضي النادي الاهلي كان عنده سكواد قوي جدا، سكواد خد بيه بطولات، بنتكلم عن افريقيا مرتين، بنتكلم عن كاس العالم للانديه
والبرونزية كأس العالم، عن السوبر الأفريقي، عن كأس مصر، عن الدوري السابق. السكواد ده هو اللي حقق كل البطولات والاكتساح الكبير للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيسعى في الموسم الجديد علشان يقدر يحقق أكبر عدد من البطولات، علشان لما يروح كأس العالم الأندية يقدر يحقق مركز أفضل من المركز الثالث. دي كلها أهداف محطوطة على ترابيزة لجنة التخطيط وأيضا الكابتن محمود الخطيب. أكيد بيرسيتاو، أكيد كريم فؤاد، ميكسوني، حسام حسن من الصفقات المهمة، مصطفى البدري اللي هيتم عرضه، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، كلها صفقات مهمة جدا للنادي الأهلي وإضافة مهمة جدا. والنادي الأهلي دايما بيشتغل على المراكز اللي محتاجها دايما. ده الرؤية الفنية، ودي زي ما الكابتن أمير توفيق سمعناه امبارح في قناة الأهلي بيقول دايما عندنا خطة مستقبلية. أقدر أقول لك في الشتاء أو الصيف اللي جاي إحنا مركزين على مين وبنشتغل على مين. دي فايدة الصفقات وفايدة إن أنا بعرف احتياجاتي دايما في النادي الأهلي علشان يكون عندي سكواد قوي أقدر أكتسح بيه كل البطولات. نسيب النادي الأهلي وصفقات النادي الأهلي اللي أبرمها النادي الأهلي ونروح لملف مهم جدا. ملف هو حديث الشارع المصري الرياضي. عايز أطرح لحضراتكم سؤال في البداية، ألا تستحق الكرة المصرية والرياضة المصرية اهتمام أكبر من المسؤولين؟ نعم، ده السؤال اللي المفروض لازم نطرحه ولازم نشتغل عليه ولازم نخطط علشان الفترة اللي جاية. شفنا الماتشين اللي فاتوا، ماتشين منتخب مصر التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم، شفنا أداء منتخب مصر أمام أنجولا وأمام الجابون. للأسف كان يعني مستوى ضعيف، مش ده منتخب مصر اللي كان دايما بيلتف حوالين الجماهير. عايزين نرجع لورا شوية نشوف فترة الكابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاتة، وهي دي الفترة الذهبية لمنتخب مصر. قبل ما أتكلم عن النتائج، أكيد في ماتشات حققنا فيها نتائج جيدة جدا وكان عندنا إخفاقات، لكن شوفوا الالتفاف الجماهيري حوالين منتخب مصر. تخيلوا وأنا هقولها دلوقتي وبدون كسوف، النهاردة وإحنا بنلعب تصفيات المؤهلة لكأس العالم ما تحسش إن في شغف في الشارع الرياضي المصري إن منتخب مصر هيلعب، بالرغم إن المباريات منقولة على إحدى القنوات المصرية، فمفروض يكون في اهتمام أكبر. لكن الأداء منذ فترة هو اللي أدى إن يكون يعني الناس ما فيش التفاف حول منتخب مصر. هل النهاردة الخطأ مشترك من المدير الفني؟ لا، المدير الفني مخطئ، اتحاد أو اللجنة المكلفة التي تدير اتحاد الكرة المصري مخطئة. والنهاردة يعني هقتبس كلمة من كلمات الراحل العظيم الأستاذ أحمد زكي وهو بيقول كلنا مخطئون ولا أثثني أحدا من الخطأ. النهاردة أقول لحضراتكم كلنا مخطئين ليه. النهاردة لما أرجع لورا شوية، والنهاردة ما أقدرش أستثني الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر من الخطأ. ارجع وشوف الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة ودورهم المهم جدا وإشراكهم في جدول مسابقات الدوري الممتاز، في القرارات المهمة اللي كانت بتتاخد لصالح الكرة المصرية. أفكر حضراتكم في 2006 و2008 و2010 وإحنا بنلعب بالدوري في 2005. ارجع للدوري الممتاز هتلاقي حراسة المرمى في الدوري الممتاز وقتها، هتلاقي كان في عندنا حراس أجانب، هتلاقي كان في الترسانة، في حرس الحدود، في المقاولين، في أندية أخرى كثيرة في الدوري الممتاز. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسن شحاتة حط النقط على الحروف وقتها وقال لازم يكون حراسة المرمى في الأندية هو حارس مرمى مصري علشان المركز ده مهم جدا، المركز ده مهم جدا للكرة المصرية. وبالفعل اتحاد الكرة طبق قرارات الجهاز الفني وقتها، شفنا أداء منتخب مصر وخاصة في حراسة المرمى في الثلاث بطولات الأفريقية اللي احنا حصدناهم في 2006 و2008 و2010. إذن النهاردة رأي الجهاز الفني مهم جدا. شوفوا الكابتن محمود الجوهري لما كان بيحط جدول الدوري الممتاز علشان يقدر يوفر الراحة الكافية للاعبي المنتخب علشان اللعيبة ما تجيش مجهدة زي ما احنا شفنا في المباراة الأخيرة والمباراة اللي قبلها. تخيل النهاردة وإحنا بنلاعب الجابون القوام الرئيسي لمنتخب مصر ست لاعبين من النادي الأهلي، محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، محمد شريف، ستة. يعني بتتكلم في حوالي 60% أو 70% من قوام منتخب مصر
من النادي الاهلي. هل مش هي دي اللعيبه اللي كانت بتلعب في الدوري كل يومين مباراه، كل 48 ساعه مباراه؟ مين النهارده المخطئ؟ مش ده كان امام واعين الكابتن حسام البدري؟ النهارده كان لازم يكون ليه وقفه مع اللجنه المكلفه لاتحاد الكوره، يقول لهم اللي حضراتكم بتعملوه ده خطا وجريمه في حق لاعبي منتخب مصر. اللعيبه دي هنحتاجها في مهمه اكبر، مهمه اكبر من اللي بتاديها مع الانديه بتاعتها. ولكن كانت اللجنه المكلفه النجاح بتاعها ان احنا ازاي نخلص الدوري، ازاي نطبخ الدوري ونخلصه ونطلع الطبخه ونحتفل ان احنا خلصنا الدوري الممتاز. هو ده كان الهدف، لكن للاسف ما نظروش وما بصوش للهدف الاسمى اللي تسعى عليه الرياضه المصريه وهو منتخب مصر. دي كلها اخطاء ما اقدرش استثني منها احد، ولا استثني منها المدير الفني الكابتن حسام البدري. زاد اخطاء فنيه، ما بنشوفش الجمل. النهارده وانت بتختار من القوام الرئيسي لمنتخب مصر من كل الانديه، عندك افضل العناصر الموجوده. النهارده لما يكون الاداء بالضعف ده اكيد في علامات استفهام. الحاجه الثانيه واحنا بنتكلم عنها، واحنا بنتكلم وكل الساحه الرياضيه دلوقتي بتتكلم عن اختيار مدير فني جديد. النهارده لو احنا عايزين نصلح صح في الكره المصريه لازم نرجع سنتين ورا، سنتين من 2019 لما كان عندنا الكاس الامم الافريقيه في مصر وحصل فيها اخفاق كبير كان مخيب لجماهير الكره المصريه. بعدها كان ايه الحل؟ طلعنا من لجنه خماسيه للجنه ثلاثيه او لجنه احاديه. الا تستحق الكره المصريه ان يكون عندنا مجلس اداره لاتحاد الكره المصري منتخب يدير الكره المصريه؟ واحنا النهارده بعد شهرين او ثلاث شهور واحنا هنحتفل بالمئويه لاتحاد الكره، اتحاد الكره المصري اللي احنا بنتكلم عنه من اقدم الاتحادات الموجوده في القاره الافريقيه، الا يستحق النهارده يكون عندنا اداره او اتحاد كره منتخب علشان نشوف الكره المصريه على الطريق الصحيح؟ اتمنى يكون في القريب العاجل، وكل التوفيق لمنتخبنا في اختيار اولا مدير فني كفء، علشان المصريين محتاجين يفرحوا، المصريين محتاجين يكون منتخبنا موجود في كأس العالم. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي وضيفكم الكابتن احمد عبد القادر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، يعني برحب النهارده بضيفي وضيفكم. النهارده يعني واحد في البدايه من ابناء النادي الاهلي، واحد تالق بشكل كبير، يعني نجم الاهلي الجديد احمد عبد القادر منورنا ومنور قناه الاهلي ابو حميد. حبيبي يا كابتن اسامه، انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده، واتمنى ان شاء الله الناس اللي بتتفرج علينا وجمهور الاهلي بصفه عامه يعني يكونوا مبسوطين من الحلقه وتعجبهم ان شاء الله. يعني ان شاء الله اول حلقه ليك في قناه الاهلي. اكيد اكيد، شرف كبير ليا طبعا. يعني قول لي رايك بقى في التطوير الكبير اللي لا 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 في قناة الموضوع الأهلي. بصراحه مختلف جدا وديزاين بصراحه يعني ما شاء الله، فاتمنى الاستمرار دي ان شاء الله وفي تطور باذن الله دايما ان شاء الله. يعني ان شاء الله، واحنا في بدايه حوارنا النهارده ببارك لك على عودتك مره اخرى لبيتك النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن اسامه الله يبارك فيك، واتمنى ان شاء الله ان القادم يبقى افضل في الموسم القادم باذن الله. يعني ان شاء الله. قبل ما نبتدي حوارنا تعال نشوف كده، يعني فريق الاعداد عندنا عمل لك تقرير حلو جدا، تعال نشوفه مع بعض. ما شاء الله شايفين شغل كبير جدا في التقرير اللي فات، ولمسات حلوه واهداف حلوه. تقرير ما شاء الله جدا يعني ملفت، ويعني اتمنى ان شاء الله تبقى الاستمراريه دي موجوده للموسم الجاي باذن الله، ونبقى عند حسن ظن الجمهور طبعا. يعني ان شاء الله. عايزين نبتدي معاك الحكايه من اخر محطه، هي محطه سموحه. دي من اهم المحطات اللي تالق فيها احمد عبد القادر وبدا يعلم مع الناس، بالرغم انها اول سنه دوري ممتاز. قول لي بقى على الاجواء في سموحه، ساعدتك بشكل كبير ما شاء الله. كان في برضه محمد عبد المنعم هناك، ناصر ماهر قبلها ظهروا بشكل كبير، صلاح محسن، احمد عبد القادر. احكي لي عن الاجواء داخل سموحه والنجاح الكبير انت حققته في سموحه. انا هبدا حضرتك من الاول خالص. زي ما قلت لحضرتك، زي ما انت حضرتك لسه قايل دلوقتي، كان في صحاب كتير جدا ليا في سموحه، سواء عبد المنعم، الناس اللي كانت موجوده قبل كده، صلاح محسن، ناصر ماهر. اكيد طبعا حكوا لي عن التجربه وان ازاي النادي بيتعامل معاه وازاي النادي مستقر. فانا طبعا على الكلام منهم، وبرده انا شايف برضو ان سموحه يعني من وجهه نظري ان هي من الانديه المستقره اللي تقدر تساعد اللاعب ان هو يتطور بشكل كويس. فمن كلامه والاقتناع بتاعي قدرت ان انا ابقى يعني الباشمهندس برضو تواصل معايا على طول، مجرد ما عرف ان انا خلاص يعني ممكن اطلع اعاره الموسم اللي فات، ظبطت مع الباشمهندس والموضوع مشي الحمد لله، وقدرت ان انا الموسم اللي فات ادخل في الصوره من بدري. كابتن احمد ساعدني على الموضوع ده برضو جدا جدا،
فانا الموسم اللي فات برضو كان اول السيزون برضو كان فيه حوالي مثلا 3 4 ماتشات كنت لسه ما دخلتش مع التيم. كابتن احمد كان شايف لسه ان الموضوع برضو شويه الانسجام ولازم ادخل مع التيم بعد فتره، فبعد 4 5 ماتشات دخلت والدنيا بقت كويسه وبدات انسجم مع التيم بشكل كويس جدا. الموضوع بدا يبقى كويس مع اللعيبه، التعامل في الملعب، بدات احفظ اللعيبه كويس جدا في الملعب، لغايه برضو لما دعمنا دعموا بصفقات تانية في شهر واحد الموضوع بقى مختلف. قدرنا ان احنا احنا تعادلنا كتير السيزون اللي فات، كان تعادلات رقم كبير، بس في نفس الوقت انت ما بتخسرش، فدي كانت حاجه كويسه، وقدرنا ان احنا نفنش الموسم رابع بعد المستوى الكويس ده. اهم حاجه الفينش على ده كله طبعا. لا انتوا ما شاء الله حققتوا نجاح كبير، السموحه هيكون في المربع الذهبي، ده اكيد انجاز كبير وده يحسب للمنظومه كامله. وانت بتتكلم قلت لي اول 3 ماتشات ما كنتش موجود او بتلعب بشكل اساسي، لكن الكابتن احمد سامي كان بيقعد معاك وبيتكلم معاك وبيديك ثقه علشان الفتره اللي بعديها. شايف الكابتن احمد سامي ثقته الكبيره دي برغم انك كنت اول 3 مباريات ما كنتش بتشارك فيها، شايف الثقه الكبيره اللي الكابتن احمد سامي ادها لك كانت شكلها ازاي؟ لو بسالنا كمان وجهه نظر لاعب انا اكيد مش هفهم وجهه النظر، بس كابتن احمد هو كان شايف ان انا لسه الموضوع بالنسبه لي مع التيم لسه الانسجام ما قربش شويه ولازم برضو هو شايف ان انا كان لازم اطول فتره اطول في التمرين ان انا انسجم مع اللعيبه اكتر وكده. فانا طبعا فهمت وجهه النظر وفهمت ان اكيد كابتن احمد هو ادرى، فبعد الفتره دي الحمد لله بعد ما عدينا الاربع ماتشات وبدات العب مع التيم انا حسيت ان انا قريب من اللعيبه اكتر، فده ساعدني بشكل كبير جدا كويس. دي اول سنه دوري ممتاز. اول سنه دوري ممتاز. اول سنه دوري ممتاز. توقعت النجاح الكبير؟ ما شاء الله احنا بنتكلم في 10 اهداف في الدوري الممتاز، رقم كبير طبعا في اول سنه، كمان الاداء لفت الانظار كلها ما شاء الله، كمان في الماتشات الكبيره، حتى لما بنتكلم في مباراه امام النادي الاهلي احمد عبد القادر برضو ظهر بشكل ما شاء الله مميز. الحمد لله، وطبعا ده توفيق من ربنا اول حاجه، والسيزون اللي فات يمكن انا وانا موجود في قبل ما اطلع على طول في النادي كنت متوقع ان انا ممكن الحمد لله على حسب ايماني بقدراتي ان انا ممكن اعمل سيزون كويس، والحمد لله التوفيق كان معايا والحمد لله قدرت ان انا اطلع فعلا بالموسم ده. واهم طبعا من ده كله ان الاستمراريه تبقى موجوده، اهم حاجه الاستمراريه ان شاء الله ان شاء الله. وانت بتتكلم قلت لي المهندس فرج عامر كان ليه دور مهم جدا، يعتبر الاب الروحي لاحمد عبد القادر، وكان من اوائل الناس الداعمين ليك بقوه في سموحه. دي حقيقه. دي حقيقه، هو اول الناس اصلا اللي كلموني خالص من قبل الموسم ما يبدا، اتكلم معايا وشرح لي ازاي النادي محتاجني في الفتره دي، وان هو ازاي ممكن اظهر فيه بشكل كويس جدا، وهو برضو اللي وصل لي وجهه نظر الجهاز الفني اللي كان موجود وجهه نظر اللعيبه اللي كانت موجوده، فانا بشكره جدا، وفعلا تعامل معايا بشكل كويس جدا، دعمني بشكل كبير جدا، فانا بشكره جدا، والاب روح زي ما حضرتك قلت طب نشكره مره ثانيه النهارده محقق لك مفاجات كتير جدا النهارده على الهوا. بدايتها معانا النهارده المهندس فرج عامر، تحياتي ليك يا باشمهندس. مساء الخير يا كابتن اسامه، حضرتك منور، وطبعا احمد منور وسعيد جدا ان هو بسرعه جدا وصل للبرنامج بتاعك الجميل ده، وانا عايز اتكلم عليه، انا عندي كلام مهم قوي طبعا حضرتك تسالني وانا هقول لك، لان دي قصه قلما تتكرر في كره القدم ما شاء الله. الموضوع كله نعم. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. الو. اولا طبعا انا عارف، سمعت عن احمد، سمعت عنه ان هو كان محترف بره، وعرفت ان هو كان السبب الوحيد اللي يجي مصر ان هو يلعب في الاهلي، لان عنده امل وعنده طموح كبير ان هو يلعب في المنتخب القومي في مصر. وانا كنت متابعه بدقه شديده جدا، وكان عندي معلومات الاول ما كانتش دقيقه وبعدين دقيقه، وبعدين هقول لك سر، انا ما اتكلمتش مع اي حد خالص في هذا الموضوع اطلاقا الا مع الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب هو البطل الحقيقي لهذه القصه. انا قلت له في ناشئ عندك اسمه احمد عبد القادر، انت رايك فيه ايه يا كابتن؟ فطبعا فوجئت ان الكابتن
هو زي ما عارف كل لعيبه الاهلي عنده فكره جميله جدا عنه. قلت له انا بس عايز منك، نتمنى ان احنا ناخده في سموحه سنتين اعاره. سنتين اعاره. المهم في قعده صغيره جدا في القاهره وافق، بس بشرط ان الاهلي لو طلبوا السنه الثانيه ياخد اللاعب. فطبعا ده من حق الاهلي. فانا كنت مراهن على قدرات احمد عبد القادر، بس زي ما حضرتك عارف ان دايما الناشئ بياخد وقت على انه يلعب في الدوري الممتاز. احمد عبد القادر يتميز ان هو عنده شخصيه مميزه، ان هو عنده ثقه في ربنا طبعا وثقه في قدراته، ان هو راجل بيجيد العلاقات الطيبه مع الناس. فانا طبعا اتكلمت معاه وشرحت له وفهمته النادي وضعه ايه ورغبتنا ايه، وان احنا دايما بنحب انه نشارك في صنع النجوم ونقدم النجوم اللي هم لهم حق على المجتمع، وانا واثق من قدراته. وكلمته كلام جميل قوي. طبعا لما طرحت الاسم واتكلمت طبعا لازم مع الكابتن احمد سامي. الكابتن احمد سامي راجل ذكي وراجل طبعا بيفهم وراجل متفاهم جدا، ولكن كانت كل الناس مستغربه مين احمد عبد القادر، مين احمد عبد القادر بعد الاسامي الجامده وبعد الناس الجامده، ايه احمد عبد القادر ده؟ فعلا جه نادي سموحه وقعد حوالي 6 مباريات هو ما لعبش، لكن انا شخصيا كان نفسي ان هو يلعب، بس برضه كنت يعني ايه، انت عارف ممكن حد يكون في التمرين جامد قوي، ممكن حد يكون في الناشئين جامد قوي، بس يجي له صدمه في الدوري الممتاز. فهو الكابتن احمد سامي اتكلم معاه وقعده نفسيا وفكريا، وهو بنفسه عمل علاقات طيبه جدا مع اللاعبين. واول ما نزل احمد عبد القادر ابتدى يعبر عن نفسه وابتدى يلعب وابتدى يعبر عن نفسه، وابتدت تظهر نجوميته وابتدى تظهر اعصابه الهاديه، وهو له لمسات جميله جدا وله لحظات جميله جدا، وترجم فرص لسموحه جاب منها اهداف كانت حاسمه جدا، وكان وجوده بيشكل خطوره كبيره قوي مع زمايله، وكانت الفرق بتحاول تحاصره مع زمايله، ويعني لعب هايل وعبر عن نفسه. كان هو كان كان, كان نفسك يعني يا باشمهندس لو خلي باله عن نفسه. نعم باشمهندس، كان نفسك ان احمد عبد القادر يكمل مع سموحه؟ والله بص، هو طبعا ده مش قراري، ده قرار الاهلي وقرار احمد عبد القادر. انا طبعا وجهه نظري ان هو لو استمر موسم مع سموحه طبعا، لكن ده مش قراري طبعا. انا اتمنى لان هو كل مباراه بيزيد. انا طبعا اتفاجئت ان هو ما راحش اليابان، وبرضه اتفاجئت انه ما راحش المنتخب الاول. طبعا المديرين الفنيين لهم وجهه نظر، لكن انا وجهه نظري ان هو كل مباراه بيلعبها بيتقل قوي في الملعب، بيكتسب خبرات جميله جدا في الملعب. ليه رؤيه، ليه نظره، لعيب تكتيكي، لعيب سريع، قدام الجون ما بيخافش، اعصابه هاديه قوي، بيستقبل الكره بطريقه جميله جدا. صوره جميله للاعب كره القدم اللي احنا بننتظره في المستقبل. اتمنى طبعا ان هو يكون في سموحه السنه الجايه. لكن مش توقعك قرار. توقعك يا باشمهندس احمد، توقعك لاحمد عبد القادر الموسم القادم ان شاء الله مع النادي الاهلي. هو بص، هو لعيب ممكن يروح لبعيد جدا، بس تعتمد على طبعا لو الجهاز الفني اداله الفرصه. طبعا الاهلي طبعا مليان نجوم ومليان لاعبين مميزين جدا، فدي بتعتمد على وجهه النظر الفنيه وتجانسه مع اللاعبين. لو احمد ده خد مباريات ولعب مباريات كبيره قوي، اعتقد ده هيكون من الناس اللي هي بتصنع الفارق، هيكون اكيد من الناس اللي بتصنع الفارق. ده لو هو لعب هيكون هو من الناس اللي بتصنع الفارق. هو يقدر يلعب في الاهلي ويقدر يكون عنصر في الاهلي فعال جدا ويشارك في انتصارات كبيره قوي، لكن طبعا تعتمد على المدير الفني، وجهه نظره، طريقته، اسلوبه. طبعا الاهلي صعب جدا ان انت تلعب في وسط نجوم كبار قوي قوي قوي. طبعا الاهلي بتلعب تحت ضغط كبير قوي، عايز تكسب كل الماتشات. احنا برضو لما بنلعب احنا عايزين نكسب طبعا كل الماتشات، بس الضغوط مختلفه كبيره قوي. هو قادر يتحمل الضغوط دي. هو لو عندنا سنه كمان
هيكون تقل بشكل كبير قوي، لكن طبعا دي المدير الفني شايف ان هو جاهز ومستعد، ربنا يوفقه. احنا طبعا نتمنى له التوفيق ونتمنى له يبقى على قمة الكرة المصرية، شيء جميل يعني. طيب احمد عبد القادر بنفسه عايز اشكرك يا باشمهندس، اتفضل يا ابو حميد. طبعا انا بشكر الباشمهندس جدا على الكلام الجميل. حبيبي ده. حبيبي حبيبي يا باشمهندس، حضرتك عارف معزتك عندي يعني، وانا بتمنى اشوفك دايما بخير. طبعا وانت جميل، انت جميل، انت شخصيه الله جميله. الله يخليك. الله انت يخليك. راجل جميل وراجل محترم، وربنا يعني يبعد عنك اي حاجه وحشه. ولازم كره القدم دي هي حياتك، ولو انت ركزت التركيز الكبير قوي انا بتوقع لك مستقبل كبير جدا جدا، وفي كل ماتش انت بتلعبه سواء انت في هنا في الاهلي مع المنتخب، احنا لازم، انا فخور بيك وسعيد بيك، لاني انا توقعت نجوميتك وراهنت عليك، وانت طلعت احسن ما انا كنت اتمنى واحسن ما كنت اتوقع. الله يخليك. الله يخليك يا باشمهندس. فرصه يا باشمهندس وحضرتك موجود معانا على الهواء النهارده، طبعا بنبارك لك يعني النهارده على اداء سموحه في الموسم، ما شاء الله حققتوا المركز الرابع، وما كنتوش يعني اتظلمتوا شويه ان الانديه الافريقيه اتبعتت بدري، لو كانت في نهايه الموسم كان زمان سموحه بيلعب البطوله الافريقيه. فرصه وحضرتك موجود معانا دلوقتي عايز اسالك برضو عن يعني حسام حسن، ما شاء الله في علاقات كبيره جدا، علاقات محترمه ما بين الاهلي وسموحه، جديه النادي الاهلي حسمت صفقه حسام حسن في ثواني. والله انا كنت جاد مع كل من تناقشت معهم في حسام حسن، يعني انا كنت جاد جدا، وكنت يعني دغري يعني جدا زي طبعنا، احنا ناس لنا كده، فانا كنت جاد في كل شيء، واربع انديه كانت عايزه حسام حسن، لكن الاهلي ما كلمنيش في حسام حسن الا مكالمه تليفونيه من الكابتن محمود الخطيب، قال لي عندك استعداد، انت بعت حسام حسن ولا لا؟ قلت له لا ما حصلش. قال لي ايه السبب؟ قلت له اني يعني ما وصلناش الى اي اتفاق مع اي طرف من الاطراف. قال لي عندك استعداد اني اجي اخد حسام حسن وارجع على طول؟ قلت له طبعا يا كابتن. فالمهم التقينا، وبعدين الكابتن محمود الخطيب انهى هذا الاتفاق في خلال 10 دقائق، واتفقنا ان الاهلي هو اللي يعلن عن ذلك لمصلحه الاهلي ولمصلحه سموحه ولمصلحه حسام حسن. اتفاق جميل. انا بتوقع ان حسام حسن ده اولا هو لعيب مميز جدا، قوي البنيان، عنده رجوله، يقدر يجيب جون في زحمه، الكره الصعبه هو بيجيبها، يقدر يقتنص الكره من اي مساكين، عنده اراده جامده، متفاهم، سريع، بيجيد اللعب بكلتا القدمين بالهيد. انا بتوقع ان ده ان شاء الله هيكون هداف او الاهلي ومنتخب مصر الاول، لان معلش طبعا انا اسف لو سمحت لي انا مش راجل فني، لكن الكره المصريه ناقصها او في عجز في الراجل اللي بيلعب جوه الصندوق وفي الزحمه يجيب جون، فهو متخصص في هذا الكلام. وانا بتفق حسام حسن، ويمكن الكابتن محمود الخطيب يشهد على ذلك، يتميز باخلاقه العاليه. انا قلت له كلمه واحده بس، هو ما كانش يعرف اي حاجه، كان سايب كل حاجه ليا، لان هو اللعيبه هنا في سموحه بيعتبروني اب لهم، لان انا ما بفكرش في نفسي، بفكرش في النادي بس، مصلحه مشتركه بين النادي واللاعبين. قلت له كلمه واحده فقط اللي هو طلبها الكابتن محمود الخطيب، قلت له بكره الساعه 6 تكون في النادي الاهلي. قال لي حاضر. انتهى، لا كلمته قبلها ولا كلمته بعدها. فانا بتوقع لحسام حسن ان يكون راس حربه النادي الاهلي ومصر. وطبعا الاهلي بيجيب صفقات كبيره جدا، بس على مر التاريخ والايام ده هيكون من الصفقات اللي مشهود لها بالنجاح في هجوم النادي الاهلي ان شاء الله. الفضل يرجع للكابتن محمود الخطيب ان شاء الله. وانا بتفق، محدش كلمني وانا بتفق مع حضرتك يا باشمهندس في هذا الموضوع نهائيا. وانا بتفق مع حضرتك ان حسام حسن محمود من الصفقات المهمه جدا، زيه زي احمد عبد القادر، وان شاء الله هيكونوا اضافات كبيره جدا للنادي الاهلي. اخيرا يا باشمهندس، واحنا بنسال بقى عن ولادنا داخل سموحه، محمد عبد المنعم ما شاء الله الموسم اللي فات برضه تالق بشكل كبير جدا، الموسم القادم محمد عبد المنعم
مستمر مع سموحه في الاعاره ولا في رؤيه اخرى ولا ممكن ينتقل لنادي اخر؟ لا. نعرف من حضرتك برضه. لا 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 لا، انا هقول لك مفاجاه. اتفضل. محمد عبد المنعم النهارده احسن مساك في مصر طبعا، برضه لما احنا جبنا محمد عبد المنعم ناس كتيرة. لا انا مش بقول كده ان هو يعني من ولادي ولا ولا عشان لعب عندنا سنتين، لا مش بقول كده، انا بقول كده الايام هتثبت الكلام ده. محمد عبد المنعم لما جينا ناخده من لما جينا نطلبه من اشبال الاهلي بقى ناس كتيرة قوي تقول ايه مين محمد عبد المنعم، ايه محمد عبد المنعم ده، هو يعني احنا ناقصين اشبال؟ محمد عبد المنعم مساك مثالي، عنده سرعه، عنده سرعه تلبيه، بيلعب حريف، كورته جميله جدا، بيلعب بالهيد، راجل راجل راجل، بيجيد التغطيه، متعلم صح، متعلم كوره صح، اتعلم في الاهلي كوره صح، متربي جدا، عنده فدائيه وجدعانه في الملعب. النهارده ان شاء الله افتكر كلامي، محمد عبد المنعم ده هو دلوقتي مستواه احسن مساك كره قدم في مصر. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا باشمهندس، ودايما علاقات جميله وعلاقات محترمه جدا ما بين الاهلي وسموحه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا ليا الشرف. بشكر حضرتك. بشكر طبعا المهندس فرج عامر، يعني ما شاء الله عامل شغل فريق الكوره خاصه كمان. كلام رائع عنك كابتن احمد من المهندس فرج عام. ده اكيد انت حضرتك قلت يمكن هو انجح رئيس نادي مثلا عمل صفقات خلال الفترات اللي فاتت. ما شاء الله باشمهندس استثماري جدا، بيعرف يدير الصفقات كويس جدا. فانا بشكره طبعا على الكلام الجميل اللي هو قاله، وزي ما قلت له انا يعني هو الاب الروحي بالنسبه لي، واتمنى له الخير دايما وان شاء الله في احسن حال دايما باذن الله. عايز اسالك قبل الفاصل، بس هعرف الاجابه بعد الفاصل، افضل مركز بيحب يلعب فيه احمد عبد القادر؟ شفناه لعب تحت المهاجمين مركز 10، شفناك على الاطراف يمين وشمال. عايز اعرف افضل مركز بيحب يلعب فيه احمد عبد القادر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ابعتوا لنا على هاشتاج اسال احمد عبد القادر، ابعتوا لنا كل اسئلتكم ورسائلكم بالنسبه النهارده لنجمنا احمد عبد القادر، وهنقول له كل الاسئله وكل مشاركات حضراتكم بالنسبه للوفد الجديد ابن النادي الاهلي الكابتن احمد عبد القادر. كابتن احمد، كنت بسالك قبل الفاصل عن افضل مركز او المركز المحبب ليك. كابتن احمد سامي شفناك في الدوري الممتاز بتلعب مركز 10 في قلب الملعب، بتلعب على الاطراف يمين وشمال. ايه المركز المفضل لاحمد عبد القادر؟ انا يمكن من اول ما بدات كوره انا بدات رقم 10، ده كان اساسي بالنسبه لي، ده المركز الاساسي انا بدات فيه اصلا. اول ما تاسست في الكوره كان رقم 10. رقم 10 ده عشان الناس برضو تبقى عارفه، ده زي المركز اللي بيلعب فيه محمد مجدي قفشه. بالظبط، هو رقم 10 ده. وبعد كده بعد فتره صغيره يعني مش طويله، سنه او اتنين، بدات برضو لما احنا كنا بنلعب لسه ملعب صغير واحنا في الناشئين، كان تقريبا 5 × 5 كان نص ملعب. فبعدين بدا الموضوع يكبر شويه، على ملعب بقى سباعي بدا الموضوع يكبر اكتر. بعد ما لعبنا على الملعب ال11 بقى وبدانا ندخل في ملعب ال11، خلاص بدات اخد برضو فكره عن الليفت وينج وعن الرايت وينج. فالتلات مراكز دول بالنسبه لي دلوقتي بادي فيهم بشكل كويس جدا، بس لو هطلع امكانياتي وهقدر العب وانا مرتاح في المركز اللي هقدر اطلع امكانياتي فيه، هو رقم 10 والليفت وينج، دول اكتر مركزين ببقى مرتاح فيهم يعني. يمكن بالنسبه لطريقه سموحه هي ساعدتنا اكتر ان انا ابقى موجود في رقم 10. وبعد ما في اخر الدوري كده، بعد ما يعني الفرق بدات تعرف شويه ان انا في بوزيشن 10، بدات العب اخر 5 أو 6 ماتشات على الليفت وينج، فكان برده حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من الكابتن احمد سامي هو كان مؤمن يعني بقدراتك بموهبتك، علشان كده كنا بنشوف على طول احمد عبد القادر من العناصر الاساسيه في سموحه، تتحط يمين، تتحط شمال، تتحط في قلب الملعب على طول موجود. اكتر الحاجات اللي يعني اتعلمتها من كابتن احمد سامي؟ انا قلتها كتير، كابتن احمد ما شاء الله ما بيتعاملش بس فنيا، هو بيتعامل نفسيا وفنيا وعلاقته كويسه جدا باللعيبه. يمكن اول السنه هو شايف ان انا ما كنتش منسجم شويه مع الفرقه زي ما قلت لحضرتك، اداني وقت اكتر في التمرين، قدر ان هو يطلع الشغل اللي عنده كله في التمرين لغايه لما انسجم مع التيم. وبعد كده دخلت الموضوع مش بشكل كويس جدا، بدانا ان افهم دماغ الكابتن احمد، افهم تعليماته، وفي نفس الوقت بدات انفذها في الملعب. فانا بشكره جدا واتمنى ان احنا نبقى على علاقه كويسه دايما باذن الله يعني. ان شاء الله. واكيد الكابتن احمد سامي يعني مدرب كبير
كان في وقفه مهمه جدا اثناء مباراه الاهلي وسموحه. بعد انتهاء المباراه مستر موسيماني وقف مع احمد عبد القادر وقتها، كان ايه الحوار اللي دار وقتها؟ هو توضيح بسيط بس قبل الموضوع ده، هي الوقفه دي بعد الماتش، دي بعد المباراه طبعا. عشان الناس قالت ان الوقفه دي قبل الماتش، الوقفه دي مش قبل الماتش خالص. انا يمكن مستر موسيماني اول ما شفته على طول شفته بعد الماتش، كان في الوقفه دي بالذات يعني. معانا مستر موسيماني، وكان الدكتور عمرو محب برده موجود، وفي كلام قال لك ايه وقتها مستر موسيماني؟ بالظبط، انا طلعت دخلت الاوضه لقيت مستر عمرو بيخبط علينا وطلب ان انا مستر طلب من الكابتن احمد ان هو يقف معايا على الاقل 3 4 دقائق. طلعت له طبعا واتكلمت معاه يعني نظام تحفيز، وقعد يحفزني كتير جدا وقال لي كمل على المستوى اللي انت فيه وحاول لما ترجع تبقى بنفس القوه واحنا مستنيينك الموسم الجاي واتمنى الاستمراريه. وقال لي على شويه يعني شويه نواقص بسيطه تبدا تشتغل عليه. بالظبط، هو الكلام ده كان بعد الماتش بتاع النادي الاهلي وسموحه الدور الثاني، كان فاضل حوالي تقريبا 7 أو 8 ماتشات بعدها. بالمناسبه كمان مستر موسيماني او دكتور عمرو محب استاذنوا من الكابتن احمد سامي المدير الفني علشان يعني يوقفوا معاك الوقفه دي بعد انتهاء المباراه. دكتور عمرو ومستر دكتور عمرو استاذن من يعني الكابتن احمد سامي. الكابتن احمد وتمام يعني وقفت مع مستر موسيماني وهو زي ما قلت لحضرتك حفزني جامد وقال لي على شويه النواقص البسيطه اللي كانت موجوده. والحمد لله انا يمكن الست ماتشات اللي كانوا بعد كده كنت انا مركز على النواقص، بس يعني بدات تشتغل على النقاط اللي قالها لك موسيماني. بالظبط، كنت يعني مركز على النواقص بس. يمكن انا لو يعني مستر موسيماني تابع اكيد تابع 6 أو 7 ماتشات الباقيين، هو يعرف ان انا النواقص اللي هو كلمني فيها تبقى مختلفه تماما، انا متاكد من كده. بس فهو قال لي النواقص اللي كانت موجوده بسيطه عندي، والحمد لله انا ركزت واشتغلت عليها يعني. اول واحد بشرك بقى، اول تليفون علشان يقول لك احمد عبد القادر انت معانا موجود ان شاء الله الموسم القادم في النادي الاهلي. اول مكالمه خالص كانت كابتن امير توفيق طبعا. امير توفيق. كابتن امير اداني تليفون على طول وقال لي انت موجود معانا الموسم الجاي وكمل بنفس المستوى ده قبل ما السيزون يخلص مثلا بحوالي يعني شهرين مثلا. بس انا طبعا لما حد بيسالني بقول ان الموضوع بقى في نهايه الموسم، بس هو كابتن امير كان معايا التليفون على طول يعني. استقبلت الخبر ازاي وقتها؟ اي حد طبعا بقى نفسه يلعب للنادي الاهلي وفرحت جدا. انت تبقى طالع عار اصلا عشان تثبت للنادي الاهلي انك موجود في الصوره، وهم الحمد لله يعني مجرد ما شافوا المستوى، انا اتمنى ان هو يعني نكمل على كده. اول ما شافوا المستوى طبعا كلموني وانت موجود السنه الجايه معانا، فطبعا النادي الاهلي بيكلمك طبيعي تبقى فرحان جدا طبعا يعني طبيعي. طب اول ما امير كلمك، بحب انا التفاصيل الصغيره. لا مع حضرتك. اول ما استقبلت المكالمه وكنت مبسوط اكيد رجعت للاسره. اكيد. قول لي بقى الاسره وقتها بعد ما بلغتهم. يمكن انا بصبر شويه في حوار الاخبار، ان انا بوصل لاسرتي الاخبار لما يعني بكون. انت استنيت شويه برضه. استنيت شويه برضه. يمكن انا عرفت اسرتي ان انا هرجع قبل مثلا اخر ماتشين او ثلاثه. يعني ما قلتلهمش على طول اول ما امير قال لك؟ لا خالص، برضه فضلت مركز في شغلك مع سموحه وماتشاتك. بالظبط، انا يمكن انا مثلا التفاصيل الصغيره ما بحاولش اكبر التفاصيل قوي لغايه لما يبقى الموضوع مضمون 100% او انا ابقى خلاص مليون في المية انا خلاص الموضوع اوكي وخدت فبحاول ابلغ بقى اهلي بعدها عشان نفسهم طبعا ان هم يشوفوني طبعا في النادي الاهلي. فانا صبرت برضو لاخر ماتشين، حاولت ان انا اخلص الموسم بشكل كويس مع سموحه الاول، بعد كده التفاصيل دي بقى بتبان في الاخر. فهم فرحوا جدا طبعا، سواء انا او اي لاعب تاني طبعا، اي حد النادي الاهلي بيبلغه انك تبقى موجود الموسم الجاي تبقى فرحه كويسه جدا يعني. طب تعالى نشوف والدك قال ايه. يلا بعد انتقالك للنادي الاهلي. الحمد لله اللي ربنا يوفقه وعمل موسم كويس، واحنا كنا متوقعين ان حمدي ان شاء الله ما شاء الله يعمل موسم كويس، لان احنا عارفين امكانياته من هو صغير يعني. وحضرتك زي ما انت شايف هو طول عمره يعني بسم الله ما شاء الله عليه، احنا عارفين امكانياته وعارفين انه هيأدي كويس، بس هو كان عايز حد يشوفه يعني يتشاف، الناس تعرف مين احمد عبد القادر. والحمد لله هو طلع عرب الفكر ده وربنا وفقه ونجح في فكرته يعني. على الرغم ان انا في الاول ما طبعا لما جه من بره على الاهلي قعد في الاهلي شهر خد فيه بطوله، يعني قعد في الاهلي شهر بطوله، ده دل على شيء يدل على ان الاهلي كل يوم بيمر عليه بياخد فيه بطوله يعني. ومع ذلك حمدي احنا كوالدي انا ووالدته كنا عايزين يقعد في الاهلي وفي نفسنا ما نسيبش الاهلي تاني خالص. فهو الحمد لله ربنا كرمه بعقليه كويسه جدا يعني، بيعرف يفكر كويس، عقله مرتب، فقال له معلش سيبني اخد خطوه الايه الاعاره، لان انا شايف ان ممكن تكون الفرصه ضعيفه.
طيب يا حمدي ما شاور قال لي لا انا هطلع اعرض. طبعا الاعراض اللي جات له احنا فضلنا هو اختار سموحه وربنا وفقه في سموحه وظهر بمظهر الحمد لله شايفينه يعني انه كويس جدا ناجح يعني. والحمد لله على اللي قداه ونتمنى منه انه لما يرجع الاهلي يكون على نفس المستوى ويفرحنا بمستوى افضل من كده في الاهلي لان الاهلي اللي بيلعب في النادي الاهلي لو بده يكون على درجه كبيره من التحدي اللي بيواجهه يحاول يثبت ذاته بكل الامكانيات الفنيه والفكريه والاخلاقيه وكل حاجه. اقول له احمد ربنا يكرمك ووفقك في اللي جاي ودايما تحط النادي الاهلي في عينيك لان النادي الاهلي ده جوهره لابد الكل يحافظ عليها. حافظ على اخلاقك، حافظ على علاقتك بالناس، خلي كل الناس تحبك، خلي كل الناس تشركك معاهم، ما ياخدوش جنب منك. دايما حط امام عينيك ان النادي الاهلي تفضله عن نفسك، ما تبصش لاي حاجه لا ماديه ولا شهره ولا كذا ولا كذا. اهم حاجه الاول النادي الاهلي، النادي الاهلي قبل كل حاجه. يعني شعار الاهلي فوق الجميع، لا انا بقول الاهلي قبل الجميع. فربنا يكرمه ووفقه ويكون على قدر المسؤوليه ويقدر يسعدنا انا ووالدته واخواته وعمامه واهل بلده كلهم، لان اهل بلده كلهم جدا بيحبوه، ويسعد الناس اللي كانت وجهه نظرهم فيه انه هيبقى لاعب كويس ويكون على قدر الثقه اللي الناس بصت لي فيها. يعني ما شاء الله الاب اهلاوي جدا، ده رقم واحد بالنسبه له. اه لا اهلاوي بطريقه صميمه يعني، حتى بقول يعني انا هغير الشعار الاهلي فوق الجميع، الاهلي قبل الجميع. لا قبل الجميع. دي حقيقه بالنسبه له. يمكن والدي اهلاوي جدا 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 برضو من وقت ما والدي تابع الكوره. وهو دايما ماتشات النادي الاهلي رقم قاعد لها اول ناس موجود قدام الشاشه دايما في كل الماتشات يعني. هو اللي حبيبك في الكوره بيخليك دايما وانت صغير بتتفرج على ماتشات الاهلي اكيد. انا يمكن انا اصلا قبل ما انضم للنادي الاهلي كان في يمكن برضو جالي عرضين ثلاثه من انديه ثانيه. بس والدي على طول اول ما عارف ان النادي الاهلي يعني موافق ان انا امضي او ابقى موجود على طول ما فكرش، بدانا على طول المشوار من النادي الاهلي على طول يعني. انا بدات مشواري كلها في النادي الاهلي كلها. بس فهو والدي من اول الموضوع طبعا، وهو نفسه ان انا ابقى موجود في النادي والحمد لله ربنا حقق له رغبته يعني. ان شاء الله تتالق الموسم ده زي ما تألقت في السموح. سمعت في التقرير وهو بيتكلم عنك بقول حمدي بالزبط. اسم الشهرة ايه بقى عشان بس الناس تعرف؟ هو الاسم ده عمل مشاكل كتيره. يمكن الناس كانت متخيله ان اسمي احمد حمدي عبد القادر. هو مش كده خالص. هو حمدي ده اصلا بره الاسم، ده شهره خالص بره الاسم. يعني اسمك مش موجود فيه حمدي اصلا خالص خالص. حمدي ده اصلا يعني ممكن تناديني حمدي او تناديني احمد. لكن احمد حمدي دي مش موجوده في الاسم خالص. يعني اسم الشهره الثاني غير احمد عبد القادر حمدي. ده اسم الشهره الثاني. ده اسم حمدي. بس انا اسمي ثلاثي احمد محمد عبد القادر. انا والدي اسمه محمد اصلا. بس طب قول لي سبب التسميه ايه؟ حمدي يعني ليها حاجه ولا؟ كان ليها حاجه. يمكن كان والدي كان عايز اسم معين. وجدي برضه الله يرحمه كان عايز اسم. كان هو جدي كان عايز احمد ووالدي كان عايز حمدي، فهم اتفقوا ان خلاص يتحط في الـ في الـ في الاسم الحقيقي احمد. والناس تناديه بحمدي، فالناس من على طول بتناديني بحمدي حمدي، فاحمد ده اتنسى خالص. بس هو ظهر بقى مع الدوري الممتاز والمعلقين لما بيقولوه خلاص بقى احمد عبد القادر بالظبط. واحنا بنتكلم عن العيله دلوقتي، تعالى بقى نشوف تقرير برضو بقيه العيله وهي بتتكلم عن احمد عبد القادر ولحظه كمان انتقاله للنادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمه ورجع النادي الاهلي، هو بيته وتعب برضو حمدي تعب وما وصل للنادي الاهلي تعب كتير، والحمد لله ان هو راح يعرن نادي سموحه وعمل موسم جيد واحصائياته جميله الحمد لله في الموسم. يعني جاب حوالي 9 اهداف وعمل حوالي 13 اسيست ولا 14 اسيست. انا متابع احصائيات اخويا وتمام الحمد لله. واحنا طبعا فرحنا لما هو رجع النادي الاهلي، والبلد طبعا كلها فرحت، وهو محبوب يعني بلدنا كلها حباه. والحمد لله ان هو رجع النادي الاهلي ورجع لبيته تاني، وهو بجد تعب لحد ما وصل يعني المكانه اللي هو فيها دي. احمد لاعب دايما بيلعب تحت ضغط، ان هو بيلعب يعني هو بتاع بطولات، انا شايف ان هو بتاع بطولات، ان هو بتاع ضغط، ويعني ايه بيقدر يقدم في الدقائق الاخيره. ويعني الحمد لله ان هو وصل لحد كده، وانا شايف ان شاء الله ان هو احسن من كده. طبعا مبسوط جدا، هو ده شرف كبير ليا ان اخويا يلعب في النادي الاهلي،
اي حد اتمنى طبعا ان اي حد سواء اي حد من عيلته كان حمدي اي حد طبعا ليه الشرف ان يكون بيلعب في النادي الاهلي لاعب كبير وان شاء الله يقدر يقدم حاجه للنادي الاهلي يعني. ان شاء الله بتمنى له التوفيق الحمد لله كويس جدا وان شاء الله يقدر يقدم حاجه على النادي الاهلي ومزيد من البطولات ان شاء الله الفتره الجايه وحمدي معاهم ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يقدر يقدم حاجه للنادي يعني. والله الخبر كان حلو علينا كلنا وكنا مبسوطين وفرحانين اللي هو رجع بيته النادي الاهلي وطبعا ده شرف كبير لاي حد نفسه يلعب في النادي الاهلي ان شاء الله يحقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي وربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله ويكون اساسي يعني ان شاء الله. طبعا ده يعني خبر سعيد جدا وخبر كلنا نتمناه وكنا بننتظره من سنين طويله. حمدي اصلا يعتبر متربي في النادي الاهلي من هو طفل صغير من 2007 تقريبا وشيء رائع انه يرجع النادي الاهلي شيء كويس يعني. احنا يعني بنقول له العالمي ونتمنى ان هو يفضل المسمى بتاعه ويبقى هو فعلا قد المسمى ده وان شاء الله يبقى نجمه كويس جدا ونجمه لامع في صفوف النادي الاهلي ومع نجوم النادي الاهلي كله. ما شاء الله العيله كلها اهلاويه، عيله يعني احمد عبد القادر او حمدي بقى زي ما اسم الشهره بتاعه حمدي عبد القادر او احمد عبد القادر. عايز اسالك سؤال مهم جدا. سؤال يعني في تحدي كبير لاحمد عبد القادر، عايز اعرف العقليه ازاي هتفكر خلال الفتره اللي جايه. النهارده احمد عبد القادر ما شاء الله تالق بشكل كبير جدا في سنه اولى دوري ممتاز مع سموحه ولفت الانظار. انت جاي على نادي كبير النادي الاهلي في منافسه كبيره أكيد. في نجوم كبار سواء بتلعب في مركز 10 او بتلعب على الاطراف. احمد عبد القادر ممكن اول ما يجي ممكن المشاركات تبقى قليله شويه. ممكن موسيماني يقتنع بيه من البدايه ويكون موجود واساسي ويحجز مكانه. عايز اعرف تفكير احمد عبد القادر خاصه ان عندنا في النادي الاهلي في نماذج كده ونماذج كده. يعني اقرب مثل عايز اضرب بيه اكرم توفيق اول ما جه انتقل من الجونه وكان متالق المشاركات كانت قليله لما مسك في الفرصه. اكرم توفيق دلوقتي بنتكلم على اساسي النادي الاهلي اساسي منتخب مصر الاول. محمد شريف اساسي النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي وايضا هداف منتخب مصر الاول. تفكير احمد عبد القادر في النقطه دي ازاي؟ مبدئيا اصلا اي يعني زي ما قلت لحضرتك اي حد يتمنى ان بيته يكلمه تاني دي ما فيش خلاف عليها طبعا. طبعا انا يمكن طموح ان انا ابقى موجود طبعا في النادي الاهلي ده شيء كبير جدا بس انا لسه يمكن مثلا موسيماني السنه اللي فاتت كان هو قالها لي بشكل صريح قال لي انت ممكن نسبه مشاركتك تبقى قليله الموسم ده فممكن يبقى الموسم ده تطلع اعاره وتثبت انك موجود في الصوره. طبعا اخذت نصيحته واشتغلت بيها وانا طبعا اكيد برده لازم هقعد معاه تاني الموسم ده مجرد برده ان هو يقول لي خلاص هو مستر موسيماني لو قال لي انا خلاص المره دي طلبك بشكل رسمي لو مستر موسيماني اكيد طالبني بشكل رسمي وده هيوضحه لي ان شاء الله لما نقعد معاه اكيد فانا تحت امره طبعا واكيد طبعا ما حدش بيجي يلعب على طول يعني عشان يعني ده طبيعي انك تيجي لازم تنافس وتدخل مع التيم وتنسجم عشان بعد كده يبقى ليك دور فانا مش مستعجل خالص فكره ان انا ارجع لا ده طبيعي انك ترجع تنافس على ما تبقى موجود في الصوره ده طبيعي كان انا زي ما قلت لحضرتك في سموحه برده كان نفس الكلام دخلت في الاول ثلاث اربع ماتشات بالظبط فده طبيعي جدا يعني لكن كل ده برده بينصب على قرار الجهاز الفني اللي موجود فانا طالما الجهاز الفني طبعا شايفني لازم موجود السنه الجايه فانا اكيد تحت امر حضرتك هتحارب على الفرصه اكيد ده طبيعي ان انا بحارب على الفرصه طبيعي انت لما بتنافس مع لعيبه كبار زي اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي طبيعي مستواك بيعلى طبيعي تطور مستواك بيبقى ليفل بيعلى لفوق اكتر فطبيعي انك تبقى موجود في الصوره معاهم ان شاء الله ونحاول على قد ما نقدر نتعلم من الناس الخبره اللي موجوده ونبقى منسجمين مع التيم ان شاء الله في اسرع وقت يعني باذن الله. شاف البطولات ازاي في الموسم الجديد؟ النادي الاهلي بيلعب في البطوله الافريقيه بيلعب في كاس العالم للانديه يكون موجود في السوبر الافريقي شايف كم البطولات الكبيره والعالميه دي يعني الموسم الجديد واحمد عبد القادر منضم بقى في الموسم الجديد مع النادي الاهلي طبعا ده طموح لاي حد انه يبقى موجود في البطولات الكبيره دي سواء كاس عالم او سوبر افريقي سوبر يعني البطولات كلها لسه موجوده فده شرف لاي حد انه يبقى موجود في البطولات دي مش احمد عبد القادر بس يعني سواء بقى اي حد راجع تاني من عرصا عمار برضو فانا بتمنى ان شاء الله اتمنى طبعا من ربنا ان انا اكمل على نفس المستوى اللي كنت موجود بيه السنه اللي فاتت اتمنى ان انا اظهر قدراتي دي برضو تاني في النادي الاهلي في بيتي فان شاء الله نتفائل خير باذن الله يعني ان شاء الله. ما شاء الله الموسم السابق مع سموحه محقق ارقام
ارقام يعني جيده جدا. يعني بنتكلم النهارده في عدد المشاركات 27 مباراه مع سموحه، عدد الدقائق لعب 2020 دقيقه، احرزت 10 اهداف مع سموحه، صنعت 5 اهداف، مراوغات ناجحه 77. يعني ما شاء الله معدل محاولات على المرمى في المباراه 1.1، معدل صناعه الفرص 1.1 في المباراه الواحده. ارقام جيده يعني وممتازه مع سموحه. يمكن انا بحمد ربنا طبعا، توفيق من عند ربنا. بس زي ما قلت لحضرتك، يمكن مثلا في مشاركتين او ثلاثه من المشاركات دي كمان انا نزلت تغيير فيهم، او مثلا يعني ما شاركتش غير 5 أو 6 دقائق، فاتحسبت عليها مشاركات برضو. وكان يعني كان التايم ما يسمحش خالص انك تدى اي مفعول في الماتش او تدى اي نتيجه. فانا شايف يعني لحد ما ارقامي الحمد لله كويسه، اتمنى ان شاء الله ان الارقام دي تبقى موجوده اكتر باذن الله الموسم اللي جاي، يعني باذن الله يعني. احلى هدف جبته السنه دي؟ لا، هو ممكن احلى هدفين ثلاثه مثلا. هدفين ثلاثه؟ كان اول هدف بالنسبه لي هدف بيراميدز الثالث، لو كان يعني حطيتها في البعيده، وكان في واحد ثاني اللي هو بتاع المقاولين طبعا، اول هدف جبته في الدوري المصري. وبتاع الانتاج اللي انا عديت من الاثنين المدافعين وحطيتها بشمال، يعني بيراميدز، المقاولين، الانتاج، دول احلى ثلاث اهداف احرزهم السنه دي. واسوان، واسوان ده طبيعي، 4 كمان مش 3. كل اهداف احمد عبد القادر الحمد لله اهداف حلوه، ان فعلا هو لعيب موهوب ولعيب حريف بمعنى الكوره. نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى عايز اتكلم معاك عن بداياتك مع كره القدم وناشئين النادي الاهلي. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار جدا مع نجم الاهلي كابتن احمد عبد القادر. ابو حميد، عايز ابتدي بقى معاك البدايه من الاول، بدايتك مع الكوره، يعني ازاي انتقلت للنادي الاهلي، او بدايتك كانت قبل النادي الاهلي ازاي؟ بص يا كابتن اسامه، انا هشرح لك الموضوع من الاول خالص بقى، من اول بدايتي للكوره. انا يمكن بدات في كان اول الموضوع خالص مع كابتن اسمه كابتن حمد فهيم. بدات معاه شويه في السنبلاوين. انت اصلا من المنصوره السنبلاوين؟ قريه طنباره بالاخص، يعني مش السنبلاوين يعني قريه جنب السنبلاوين، قريه طنباره. فانا بدات مع واحد اسمه عماد الغندور في اول مشواري، وبعدين كابتن حمد فهيم، وبعدين انتقلت لأكاديمية النادي الأهلي في المنصورة. قعدت بالظبط تقريبا 3 أو 4 شهور، كانوا بيعملوا ماتشات بصفة مستمرة. كنت أنا لسه داخل مع الأكاديمية جديد وكده، فدخلت في ماتش ضد أكاديمية النادي الأهلي في مدينة نصر. كابتن عبد النبي عاشور دايما كان بيجي المنصورة على طول يتابع الماتشات دي، وكان مدير الأكاديمية في الوقت ده. كنت اتفرج على ماتش، عملنا ماتش كويس جدا، كسبنا 6-0. كنت جايب 5 أهداف من الـ6. يمكن الملعب كان لسه صغير برضو، وانا كنت مستغل الحاجات يعني ان الملعب لسه صغير بتقدر توصل للجول بسرعه. فالحمد لله عملت ماتش كويس جدا. بعدها الكابتن عبد النبي عاشور طلب ان انا ابقى موجود في اكاديميه النادي الاهلي اللي في مدينه نصر. شايف الصوره دي؟ يمكن الصوره دي، الصوره دي 2014 تقريبا مع كابتن ياسر. 2014 يمكن. شكري اللي فضحني بالصوره دي، محمد شكري صاحبي. زميلنا الدكتور احمد ثابت في قناه الاهلي هو اللي بعت لنا الصوره دي حالا دلوقتي. يمكن انا كنت اصلا بتكلم مع شكري بالذات قبل الحلقه على الصوره دي. احنا كنا بنعلق على الصوره دي قبل الحلقه على طول. فالصوره دي من 2014 طبعا، علاقتي باللعيبه دي كويسه جدا لغايه دلوقتي. وشكري بالذات، لان شكري معانا في سموحه. فكان ايام جميله جدا طبعا يعني مع كابتن ياسر. كان عندك كام سنه وقتها في الصوره دي؟ 14 15 سنه. 14 15 سنه بالظبط. يعني كان سن لسه صغير خالص يعني. بس الحمد لله ان احنا كبرنا يعني. على المصدر. فانا بتمنى التوفيق طبعا للناس اللي موجوده في الصوره، وشكرا ان شاء الله يعمل موسم كويس مع سموحه باذن الله ان شاء الله. بعد ما انتقلت بقى، بعد المباراه اللي جبت فيها 5 6 اهداف، ورحت النادي الاهلي. بالظبط، انا انتقلت لاكاديميه النادي الاهلي. كابتن عبد النبي عاشور كان هو مدير الاكاديميه، بعدين قعدت بالظبط برضو من 2 لـ3 شهور في اكاديميه مدينه نصر. بنلعب بقى ماتشات مع الناشئين على طول. بين الاكاديميه وبتاع الناشئين. بالظبط، كنا بنعمل الماتشات دي كانت بصفه مستمره دايما. عملنا بالظبط ماتش كان مع 98، ما جاش الفرصه ان 99 يلعبوا مع الناشئين، فانا كابتن عبد النبي عاشور يعني رجحني ان انا ابقى موجود في ال 98، صعدني يعني سنه مع الناس اللي فوق علشان اشارك الماتش ده معاهم ضد الناشئين. الحمد لله عملنا ماتش كويس جدا مع الناشئين، كانت نتيجه 3-1، احرزت هدفين في الماتش ده. كان بعدها على طول كابتن احمد ماهر اللي كان موجود. فاكر الماتش ده برضو؟ ماتش الزمالك، بس ده ماتش ده متاخر شويه يعني، ده 2018 او 2017. ده وانت عندك مثلا وقتها 17 سنه. 17 سنه بالظبط. بالظبط. بس ده الماتش ده تقريبا خلص 1-1 يعني. دي مباراه الداخليه. الداخليه.
ما شاء الله يعني سرعه فائقه، خدت الكره من المرمى للمرمى، مهاره عاليه كمان. بالظبط، حلو ان فهد جالي ده، فهد جمعه اللي صنعت له الهدف. بالظبط. بس فانا يمكن بعدها رحنا لعبنا الماتش مع النادي الاهلي. حلوه ركله الجزاء دي برضو، هسيبك تكمل، بس في لقطات حلوه بتتلعب يعني بتدل ان المهاره موجوده من زمان. الماتش ده كابتن اسامه بالاخص احنا كنا خسرانين، كانت امام المصري. احنا كنا خسرانين 3-1. كان لغايه اخر بالظبط 8 دقائق قدرنا ان احنا نرجع بالنتيجه، وكسبنا 3-2 تقريبا الماتش ده. يعني كانت كانت كسبنا 3-2 او مش فاكر بالظبط، الماتش خلص تعادل بس رجعت وكسبت بس رجعنا المباراة. رجعنا وكسبنا، يمكن البلين ده كان اول بلين رحنا نجيب الكوره زي ما حضرتك شايف. وبعد كده رجعنا وقدرنا ان احنا نجيب الثاني والثالث، فالحمد لله يعني. بس فاحنا لعبنا ماتش مع 98 في الناشئين. عملنا ماتش كويس برده، كانت النتيجه 3-1 للاكاديميه على فريق الناشئين اللي كان موجود وقتها. بعدين في اخر الدقايق هم تعادلوا معانا. هم تعادلوا معانا في اخر الدقايق، بس الحمد لله احرزنا هدفين في الماتش ده. بعدها كابتن احمد ماهر اللي كان موجود طبعا رئيس قطاع. خلاص وقتها قال ان احنا محتاجين اللاعب معانا في قطاع الناشئين، ولازم يمضي في اسرع وقت. كان والدي خارج مصر طبعا في الوقت ده، كان موجود بره مصر، كانت والدتي اللي موجوده معايا على طول. اتكلمنا انا ووالدتي ان احنا لازم نمضي في اليوم اللي كان في يوم الماتش على طول. بعد الماتش طلعت رحت يمكن على الاداره، مضيت العقود هناك، مضيت الاستمارات بتاعت الناشئين، وخلاص بقيت لاعب في قطاع الناشئين. قعدت بالظبط بقى بتاع 8 سنين او 9 سنين من 2008 الحمد لله موجود في قطاع الناشئين، يمكن احسن لاعب 5 سنين متتاليه في الدوري. مين المدربين اللي هم فضل عليك في قطاع الناشئين اتعلمت منهم واضافوا لاحمد عبد القادر؟ في ناس كتير جدا، في كباتن كبار جدا زي كابتن ناصر رجب طبعا. كابتن عصام صلاح ده برده كان من ضمن الناس اللي كانت كويسه جدا معايا. كابتن محمد سعد، كابتن عمرو انور طبعا. يمكن انا اتعاملت مع كابتن انور عمرو انور بالظبط شهر ونص، يمكن دي الفتره اللي اتعلمت منه كتير. لا يعني بصراحه كابتن عمرو انور شخصيه محترمه جدا، و بعرف اتعامل مع اللعيب كويس جدا، وبيدي لكل لعيب حقه يعني. بيوظف كل لعيب زي ما اللاعب عايز وزي ما الفريق محتاج له يعني. وكابتن ياسر رجب طبعا 4 سنين قضيناهم مع بعض. واحنا بنتكلم على كابتن ياسر رجب وتقول ان اشتغلت معاه 4 سنين. بالظبط. تعال نشوف التقرير ده وكابتن ياسر يعني رجب بيقول ايه عن احمد عبد القادر. انا سعيد جدا ان انا موجود النهارده بتكلم على واحد من ولادي احمد عبد القادر، وان شاء الله دايما باذن الله نتكلم على اولادنا بشكل كويس. انا بشكر قناه النادي الاهلي وبشكر المسؤولين في النادي الاهلي ان هم دايما عينيهم على اولادهم ودايما متابعين اللعيبه بتاعتهم والمدربين بتوعهم، حتى لو بعدوا عن النادي الفتره دايما النادي الاهلي محتضن اولاده، دايما النادي الاهلي في ظهر اولاده، ودايما النادي الاهلي داعم دايما لاولاده سواء كانوا لعيبه او مدربين، سواء كان جهاز فني، جهاز طبي، جهاز اداري، لعيبه. النادي الاهلي دايما بيساند ولاده في كل المجالات وفي كل مكان. احمد انا معايا من ايام ما كان في اكاديميه النادي الاهلي، كان لسه سنه ما بين 10 و11 سنه، كان لسه هو كان في اكاديميه المنصوره، وبعدين كنا عاملين انتقاء للعيبة المميزة، فيمكن استثناه هو من الناس اللي هي من أكاديمية المنصورة إن يشتغل معانا في أكاديمية القاهرة على طول، لأن كان فرع القاهرة ده كان هو الفرع الرئيسي بالنسبة للأكاديميات، فهو كان من ضمن الناس اللي احنا جبناهم يكونوا موجودين عندنا في فرع القاهرة في مدينة نصر بصفة مستمرة. اشتغل معانا بشكل مكثف، اشتغلنا عليه بشكل كبير جدا. هو الولد ما شاء الله من صغره هو كان عنده بريق للنجومية، كلنا كنا مستبشرين فيه خير انه ان شاء الله هيكون في يوم من الايام لعيب مميز ويضيف للنادي الاهلي، وده فعلا مع الوقت يعني اثبت بشغله واجتهاده. هو من صغره عنده ميزة مهمة جدا انا بعتبرها من اهم صفات لاعب الكرة، شخصيته وثقافته. وما بتكلم عن الشخصية والثقافة دي حاجة مهمة جدا لاعب الكرة، شخصيته. هو مش من نوعية اللعيبة اللي هي بيسمع كلامه خلاص، لا، بيبقى عايز يسمع عن قناعة، لازم تقنعه، لازم بيسأل لو مش عارف يستفسر، ودي كانت ميزة احنا كنا بنحبها فيه. مش مجرد ان انت بتقول له اعمل كذا بيجي عامل وخلاص، لا
الكابتن طب انا بعمل كذا لو حصل كذا، لا فدي كان كمان ميزه عنده في شخصيته باينه من صوره، ان هو الولد عنده هدف وعنده طموح وعقليته عقليه لعيب كبير ان شاء الله مبشر بالخير. وما بتكلم على الثقافه كمان، الثقافه بتاعته ان هو دايما عايز يعرف كل حاجه خاصه بواجبات مركزه وخاصه بالواجبات اللي مطلوبه منه. هو من زمان واحنا حاسين فيه ان هو ان شاء الله باذن الله هيكون في يوم الايام نجم للنادي الاهلي والمنتخب مصر ان شاء الله. كل دايما على فكره على تواصل، حتى هو وهو مسافر كنا على دايما على تواصل دايما برسائل، بنطمن على بعض، متابعه اول باول، كان بيبعت لي بعض اللقطات ليه، بعض الاهداف اللي كان بيجيبها هناك، يعني حتى في الفتره اللي هو كان مسافرها بره كنا على طول على تواصل انا وهو، دايما كان يهمني ان انا اطمن عليه بشكل مستمر. هو كان كمان لو كنت غايب عنه شويه كان بتلاقيه بيتصل هو كابتن ايه الاخبار كذا الاخبار كذا انت شايف ايه، اقول له لا انت ماشي بشكل كويس خليك زي ما، يعني كان في تواصل ما بيننا وما بين بعض. فالحقيقه انا بعتز جدا بيه وبتمنى له ان شاء الله باذن الله ان هو يرجع بيته النادي الاهلي ويكون متالق، لان هو ده مكانه الطبيعي انه يكون نجم من نجوم النادي الاهلي. كلام محترم جدا من الكابتن ياسر رجب، يعني من اوائل المدربين اللي اكتشفوا احمد عبد القادر. الحقيقه انا لو فضلت طبعا اتكلم عليه جدا مش هقدر اوصف اللي هو عمله معايا بالذات، يمكن انا قعدت 4 سنين معاه في قطاع الناشئين وبعدين رحل عن القطاع فجاه ورجع مسكنا تاني، يعني حوالي 5 سنين بالظبط. فما بالك انت قضيت مثلا 9 سنين في قطاع الناشئين، الكابتن ياسر رجب مقضي معاك منهم 5 سنين. فطبعا انا بشكره جدا على الفتره اللي قضيتها معاه. دلوقتي التعامل مع كابتن ياسر مش مدرب ولاعب خالص، يمكن انا بعتز، يمكن والدي التاني باخد رايه في حاجات كتير جدا، كلمه في حاجات فنيه حاجات كتير جدا، يمكن انا كنت مثلا مباراه بجيب جول زي ما هو فعلا بيقول كنت ببعته له دايما، لما بسمع منه مثلا نصيحه او بسمع منه كلمه كويسه عني بحس ان انا ثقتي في نفسي بتعلى اكتر. وهو برده من الشخصيات المحترمه جدا اللي تعاملت معاها سواء بره الملعب او جوه الملعب، فانا طبعا لو فضلت اتكلم مش هدي له حقه. فانا بشكره جدا جدا واتمنى زي ما بقول لحضرتك العلاقات دي تبقى دايما على احسن حال ان شاء الله، يعني بتمنى له التوفيق ان شاء الله في اللي جاي واشوفه على خير دايما باذن الله. يعني ان شاء الله مدربين كتير اثروا في احمد عبد القادر، برده من ضمن الاسماء اللي حضرتك قلتها كابتن محمد سعد كان ليه دور مهم برده. تعال نشوف برده كلام الكابتن محمد سعد والتقرير ده، كلام الكابتن محمد سعد عن ضيفنا النهارده احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ممكن يكون اتمر مع اكتر من مدرب، فكل مدرب ليه اضافه مش ليا انا بس. احمد من اللعيبه اللي كان عنده 17 18 سنه كده كان عنده شخصيه وعنده ثقه في قدراته. طبعا الفتره اللي قضاها بره ورجع عملت له اضافات كتيره، منها مثلا الناحية الدفاعية بيشغلها فردي وجماعي، الإمكانيات بتاعته بيعرف يستغلها، التوقيت بالنسبة له كان إمتى، الشغل الجماعي في الهجومي بيشغله أفضل من قبل كده بكتير. فما شاء الله يعني وصل للفورمة كويسة. النادي الاهلي نادي كبير بيلعب على بطولات، بيلاقي فيه ضغط عصبي كتير عليه كل اسبوع. انا عارف ان هو طموح وعنده دوافع كويسه، فالموضوع بالنسبه له مش ان هو متواجد في وسط ال 30 لعيب اللي موجودين في الدوري، انما لازم يبقى فيه قتال وشراسه في تمرين وتركيز عالي عشان يبقى جوه ال 20 او 18 او جوه ال 11، محتاجة شغل كتير. يعني هو تحت رأس الحربة بيبقى كويس، بس وقتها كان هو بيحب ينزل يستلم الكورة، فتحت رأس الحربة بيبقى لازم ياخد مساحات الفاضية في نص الملعب الهجومي، فهو كان بينزل تحت كتير عشان ياخدها ويبتدي يشتغل. فبعيد ان هو يبقى الباص بتاعه مؤثر او هو يبقى في مكان مؤثر على الجون. ف
فخدت شغل شويه مني واستجابته ليها. يمكن في الفتره اللي فاتت في سموحه الموسم اللي فات اشتغل في الحته دي كويس قوي وجاب اهداف وكان مؤثر من الحته اللي انا بقولك عليها دي اللي هي من تلت الملعب او من نص الملعب ورايح، وشغل بقى جماعي اكتر من قبل كده. هو ما شاء الله عنده طموح، هو عارف ان جاي سموحه او راجع النادي الاهلي، فمش عايز اقول في اختبار انما في اثبات احقيه بوجوده او عدم وجوده. فكان سموحه بالنسبه له مكان يبقى فيه ناس تشوفه وتعرف قدراته، فكان عنده ضغط او اصرار من نفسه ان هو يحاول يثبت نفسه. طبعا البيئه بتاعت نادي سموحه مش بعيده عن امكانيات النادي الاهلي، في مدرب كويس كابتن احمد سامي، في حاجات شغل اداري، في امكانيات، فكل حاجه بتساعد يعني بيئه مناسبه ان هو يطلع اللي عنده. بالاضافه برضو لوجود عدد لعيبه مميزين طبعا جنبيه، والحمد لله اشتغل هو على نفسه وكان فيه اصرار وكل مباراه كان بتبقى فيه اضافه ليه. برضه كلام مهم وكلام محترم من الكابتن محمد سعد. كابتن احمد طبعا انا بشكره جدا، وانا قضيت معاه موسم محترم جدا في قطاع الناشئين، فانا بشكره طبعا على الكلام الجميل ده، وانا علاقتي بيه برضه كويسه جدا، فبتمنى التوفيق ليه وبتمنى له دايما الخير والصحه وسعاده باذن الله الفتره اللي جايه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنقول بقى مشاركات كل جماهير النادي الاهلي. ما شاء الله عندنا رسائل كتير جدا ورسائل مهمه لنجمنا احمد عبد القادر، وكمان في نهايه الحلقه النهارده عندنا مفاجاه مهمه جدا من نجم اهلاوي ورساله مهمه لضيفنا النهارده احمد عبد القادر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. حابب اقول مشاركات يعني الجماهير، ما شاء الله عندنا مشاركات كبيره جدا النهارده يعني علشان نجمنا احمد عبد القادر موجود النهارده معانا. حابب ابتدي النهارده ب يعني راي جمهور النادي الاهلي. يمامه بتقول نتمنى ان ما يكونش طموحك بس الانضمام للنادي، ولكنها تكون بدايه لمشوار جديد مليء بالبطولات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بدر بيقول عايزين طموحك يكون كبير مع نادي القرن، ويا ريت تبذل اقصى جهد عندك علشان تحجز مكان اساسي في الملعب باذن الله. اكيد اكيد باذن الله. محمود ما هي طموحاتك مع النادي الاهلي هذا الموسم؟ طموحات كبيره جدا، يمكن الطموحات مفتوحه، واتمنى ان شاء الله ان الواحد يقدر يسعد جماهير النادي الاهلي ويقدم لهم كل اللي هم بيحلموا بيه وبيطمحوا بيه يعني ان شاء الله يعني. حماده جلال بيقول مثلك مين في الكره المصريه، مثلك الاعلى في الكره المصريه والعالميه، ويا رب تحقق كل طموحك مع نادي القرن الافريقي. مين مثلك الاعلى في الكره المصريه؟ في الكره المصريه انا قلتها بقول على طول يعني كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد ابو تريكه، دول الاثنين محليا انا موجودين يعني في مصر، وعالميا كان هازارد. هازارد اكيد نجم ريال مدريد. نجم ريال مدريد، فطبعا كابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه اللي موجوده، وكابتن محمد ابو تريكه طبعا انا بحب الاثنين يعني كابتن محمود وكابتن ابو تريكه على المستوى الشخصي جدا وعلى المستوى الفني طبعا. نشوف بعد كده بقيه رسائلنا. مو صلاح بيقول المركز المحبب ليك، قلتها رقم 10 ده البوزيشن الاساسي بتاعه، والليفت وينج. وتلعب برده على الاطراف. الاطراف عادي، بس دول اكتر مركزين محببين بالنسبه لي. احمد بيقول نفسك تلعب جنب مين، محلي وعالمي حتى لو كان اعتزل؟ محلي لو كان حتى اعتزل. مين لو كان حتى اعتزل؟ كابتن محمود. كابتن محمود الخطيب اكيد. وعالمي وعالمي كان هازارد برضه حتى هازارد، بس هو عندك شبه شويه في هازارد. السرعه لما بتستلم الكوره دايما الكوره سريع وانت بتجري بيها. الحمد لله. وهازارد اصلا انا كنت بتابع ماتشات البريمير ليج بالذات لتشيلسي بسبب هازارد، يعني هازارد كان مثل اعلى بالنسبه لي فعلا يعني، ولغايه دلوقتي بس هو الاصابات مأثره عليه شويه. اثرت عليه شويه مع ريال مدريد. نروح برده بقيه رسائلنا. معانا ماندو بيقول انت ينفع تلعب في مركز ثاني لو مدرب طلبه منك؟ اكيد. لو مستر موسيماني يعني شافك في مركز ثاني تحت امر النادي طبعا، في اي مركز هيطلبني فيه، بس شكل هجوم يعني بالظبط. تمام. نشوف بعد كده دكتور اسلام. اولا انت منور الدنيا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا دكتور اسلام. عبد القادر منور الدنيا ومبروك وجوده في الاهلي. تسلم، ده نورك طبعا.
سؤالي لكابتن عبد القادر، ايه اكتر مكان ومركز بيحب يلعب فيه؟ هو جاوب. لو المكان ده موجود فيه لعيب كبير ممكن يلعب في مركز تاني بحيث انه يبقى موجود في الملعب. المركز الاساسي رقم 10، يعني ده المركز المفضل بالنسبه لي. ده المركز المفضل ليه؟ ده رقم واحد بالنسبه لي. قفشه طبعا لعيب كبير وكلنا عارفين امكانياته، وبرده المراكز الثانيه كلهم لعيبه كبار جدا. انا مش هتكلم على اللعيب بشخص، طبعا في النادي الاهلي كلهم اميز ناس موجوده في الساحه طبعا. يعني عندك تحدي كبير ان شاء الله في الموسم الجديد. محمد مبارك الاهلاوي، السلام عليكم، برحب بيك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا محمد وعلى ضيفك الكابتن احمد، نورت بيتك يا نجم النجوم، وعايزين نشوف قفشه ثانيه اهلاوي. حبيبي ده نورك طبعا، واتمنى ان شاء الله عند حسن الظن الجميل ان شاء الله الموسم القادم باذن الله. مصطفى كامل ان شاء الله نجم مصر القادم، لانه لعيب كوره ممتاز ويستحق انه يشارك مع الفريق. ان شاء الله مصطفى، ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل باذن الله، وان شاء الله خير يعني باذن الله. اي رمضان، مين مسلك الاعلى في النادي الاهلي من الجيل القديم؟ قال هو كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد ابو تريك. بالظبط. احمد معتز، عايزينك تقدم نفس المستوى اللي كان في السموحه او افضل في الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله. الناس عقده امال كبيره عليك. ان شاء الله. نروح لعمرو جلال، بيقول اسال احمد عبد القادر، منور يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا عمرو، انت وكابتن احمد، حابب اسال كابتن احمد واقول له اتفرجت على نهائي الاهلي والزمالك في افريقيا، ويا ترى عملت ايه لما قفشه جاب القضيه؟ اتفرجت على مباراه الاهلي والزمالك؟ اكيد اتفرجت على النهائي طبعا، كنت انا قاعد في مكان مع اصحابي. مش عايز ابالغ في الوصف قوي، لان انا فعلا يعني دمعت في الفتره، يعني وقت الجول بالذات انا عيطت، لان خلاص انت 1-1 لغايه اخر الدقائق، الماتش مش باين له ملامح، خلاص اللعيبه جابت تقريبا يعني زي ما بقولوا شطبوا خالص في اخر الماتش، فكان في 6 دقائق اللي هيجيب فعلا كان خلاص اخد الماتش، وده اللي حصل. قفش استغل الكره اللي راجعه من محمود علاء، وبالتالي كسبنا 2-1 في اخر الدقائق، فطبعا فرحه ما تتوصفش يعني. عيطت وقتها؟ دي حقيقة، لا مش مبالغة والله ولا كلام يعني التلفزيون ولا حاجة، بس أنا فعلا يعني لو كان في دقيقة بدري عن كده شوية كمان كان ممكن الموضوع يبقى النادي الأهلي احنا كسبانين وأبقى فرحان عادي طبيعي، لكن عشان في آخر الدقايق بالذات وخلاص الماتش، اللي يجيب جول في الدقيقة دي خلاص الماتش بالنسبة له خلص، فطبعا دمعت في الوقت ده، والحمد لله يعني النهائي بقى معانا الحمد لله يعني. الذاكرة بتاعتك كويسة؟ على قد ما اقدر. بتحفظ الارقام كويس والتواريخ والثواني؟ على قد ما اقدر. طب قول لنا الهدف بتاع قفشه جه في الدقيقه كام؟ تقدر؟ اعتقد 85 وحاجه و40 ثانيه، 45 ثانيه او 45 ثانيه. اعتقد. لا مش اعتقد، ده مظبوط. لا والله انا يعني انا 85 و45 ثانيه. تقريبا. طيب احنا هنكمل بقيه رسائلنا، ما شاء الله عندنا رسائل كتير جدا، وحابب اشارك كل جمهور النادي الاهلي في الرسائل النهارده. طيب تعال نشوف صوره، معانا صوره لقفشه برضه، كان ليك صوره، انت اخذت تعتبر بطوله الدوري السنه اللي فاتت حققتها مع النادي الاهلي. حققتها، بس انا ما شاركتش بصوره اساسيه مع النادي. صورتك بس مع محمد مجدي قفشه، الصوره دي خدتها نزلت بعد بس. نزلت بعد اخر ماتش، كنت موجود بره، نزلت بعد اخر ماتش طبعا في التتويج، وكنت موجود مع اللعيبه يعني. فالحمد لله كانت اول بطوله اصلا، وانا ما كملتش شهر في النادي يعني. يعني مجرد شهر في النادي الاهلي حصلت لك بطوله الدوري ممتاز. بالظبط. ان شاء الله الموسم الجديد يكون يعني موسم خير ومليء بالبطولات بالنسبه لاحمد عبد القادر والنادي الاهلي. تعالى برضو نشوف راي الجمهور، يعني تمام. كان برضو راي الجمهور مهم جدا من الشارع، نشوف راي الجمهور وتوقعاتهم لمستقبل احمد عبد القادر مع النادي الاهلي. امكانياته حلوه، عنده المهاره وعنده التهديف، كل حاجه عاليه عنده، ياخد فرصته وهينجح اكيد، هيلعب على اي احد ان شاء الله. هينجح اكيد، زي ما قفشه نجح هو هينجح ان شاء الله. اتوقع ان هو هيعمل شغل جامد يعني مع النادي الاهلي، وهيبقى من لعيبه كبار يعني في مصر ان شاء الله. يعني زي ما نجح اللعيبه كتار من قبله، هو هينجح وهيكون له مردود في ايجابي جدا على النادي، وهنشوفه الكلام ده في الموسم الجاي ان شاء الله. بيعمل طفره كبيره مع زمايله، مع كل اللي موجودين في الملعب، مع حتى اللي بيلعب في نفس المركز بتاعه، ان شاء الله باذن الله ويحقق معانا البطولات ان شاء الله باذن الله، ال11 وال12 مش هنوقف ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله الناس متوقعه نجاح ان شاء الله احمد عبد القادر مع النادي الاهلي. طبعا كل الناس، انا يعني من اللي شافه من راي الجمهور بشكرهم طبعا على الدعم الكويس ده، وطبعا الدعم طبعا موجود من السنه اللي فاتت وانا موجود في سموحه، شافه بصفه مستمره، بشكرهم جدا. جمهور الاهلي طبعا لو فضلت اشكر فيه مش هقدر ادي له حقه، فبتمنى ان الدعم ده يفضل مستمر، سواء في اول موسم نص يعني طول الفترات يبقى موجود. وارد ان يحصل شويه ضربات فعلا للعيبه، لان اللي جات فعلا مؤثر يعني بشكل يمكن بسيط على اللعيبه، او مؤثر بشكل
كبير على بعض اللاعبين، فبتمنى الدعم ده يبقى موجود من الجمهور دايما، وان شاء الله باذن الله ابقى على قدر طموحاتهم واقدر احقق لهم اللي هم عايزينه باذن الله يعني ان شاء الله. احمد عبد القادر في الاولمبياد لما ما انضمش المنتخب الاولمبي زعلت؟ لا لازم ابقى صريح مع حضرتك، طبعا زعلت جدا. اي لاعب طبيعي انه يزعل، انت كان نفسك تبقى موجود في القائمه طبعا وتبقى تلعب باسم بلدك، ده طبيعي. بس طبعا ده كله في الاول وفي الاخر راي جهاز فني وانا مش قادر اتدخل فيه يعني. ما حصلش وقتها تواصل جهاز الفني، حد تواصل معاك هتكون موجود مش هتكون موجود؟ لا. بالرغم انك انت ما شاء الله كنت متالق في الدوري الممتاز وقتها. الحمد لله، يمكن انا رحت معسكرين قبل السفر على طول، رحت يمكن اخر معسكر الدنيا ما كانتش واضحه لان انا ما كنتش اعرف انا هسافر ولا لا. فبس لما خلاص القائمه اعلنت خلاص بتبقى صفحه، خلاص انا يعني مش موجود، فبضطر ان افصل بقى من دماغي واحاول اركز في استكمال الدوري وادوس على نفسي اكتر واكتر واثبت للناس فعلا ان انا كنت بقى حق ان انا موجود في القائمه يعني. بس لكن انا لو بتسالني بصفه شخصيه طبعا اتمنى ان انا كنت ابقى موجود، وفي الاول وفي الاخر زي ما قلت لحضرتك ده راي جهاز فني مش هقدر اتدخل فيه. عندك الفتره اللي جايه بطولات مهمه جدا، بطولات عالميه مع النادي الاهلي، بنتكلم في بطوله افريقيا، عندك سوبر افريقيا، عندك كاس عالم انديه. حلم لاي لاعب انه يكون موجود في كاس عالم الانديه خلال الفتره القادمه. ابرز اللي تعلمه احمد عبد القادر من فتره الاحتراف، ودي فتره مهمه كانت في التشيك. تمام. يمكن انا 2018 قعدت سنتين ونص بالظبط، اتعلمت حاجات كتير جدا من التمرينات اللي بره. يمكن هم عندهم التمرين اجريسيف بصفه مستمره، حتى يمكن مثلا التمرينات اللي قبل الماتش برده بيحطوا فيها تايم طويل جدا، وتمرينات برده اكنه تمرين عادي. فهم طبعا على الناحيه البدنيه اشتغلوا يمكن بطريقه مختلفه جدا، ما كنتش اتوقع ان تمريناتهم هتبقى مختلفه بالمنظر الاجريسيف بتاعهم ده. فانا استفدت طبعا من التجربه دي بره، سواء بدنيا برضو فنيا، الملاعب، الاجواء، الدنيا مختلفه شويه عن مش شويه عن مصر، الدنيا مختلفه يعني بنسبه كبيره شويه. فانا اتعلمت في سنتين ونص فادوني جدا، والحمد لله قدرت من خلال سنتين ونص دول ان انا اعبر عنهم في الدوري المصري لما رجعت يعني. ممكن الناس بتقول ان انا رجعت من تجربة الاحتراف بسبب ان انا مستواي مثلا مش على قدر الامكان اللي هم كانوا متوقعينه. لا، هو الموضوع مش كده خالص. هو الموضوع يمكن في التشيك شويه، ان الموضوع مش هقول عنصري شويه، يمكن هم كانوا بيدوا اولويه لبتوع التشيك. لو كان الكابتن امير توفيق كان بيتابعك كمان، هو قال لنا هنا كان بيتابع دايما احمد عبد القادر، وكمان اختلف جسمانيا كمان. شفت تكوين جسماني لما سافر ولما رجع مره ثانيه يعني. دي حقيقة كان جسمي ما كانش كده خالص، يمكن اضعف من كده بكتير وانحف من كده بكتير. يمكن انا الموضوع اختلف معايا شويه. الناس يمكن بتركز بس مع وشي، لكن انا كبنيان الحمد لله انا بشتغل وانا شايف ان يعني وزني مثالي، مش لا محتاج ازيد. انا لعيب كوره طبعا محتاج يبقى وزني في الافريج ده، فمش محتاج ان انا ازيد. فانا طبعا استفدت من السنتين اللي بره، وكابتن امير زي ما قال لحضرتك تابع، والحمد لله قدرت ان انا ابقى موجود في النادي تاني. عاملين لك النهارده مفاجاه في نهايه حلقتنا. ايه المفاجاه؟ نجم اهلاوي كبير بعت رساله لاحمد عبد القادر الحاوي وليد سليمان. تعال نشوف رساله الكابتن وليد سليمان لنجم الاهلي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر يا حبيبي، بالتوفيق ان شاء الله ربنا يكرمك، واهلا بيك في ناديك في النادي الاهلي. احنا كلنا ان شاء الله عندنا امل فيك كبير جدا، وجمهور الاهلي عنده امل كبير فيك. ان شاء الله ربنا يوفقك، ومنتظرين منك حاجات كتير، وان شاء الله يعني التوفيق دايما يحالفك، وكلنا يعني منتظرين ان انت ان شاء الله تظهر بمستوى كويس جدا جدا. ما شاء الله عندك امكانيات كبيره جدا، ولعيب كويس ولعيب مبشر، وان شاء الله تكسر الدنيا وتكون في وسطينا. وانا على المستوى الشخصي بحبك وبحترمك، انت لعيب محترم، ربنا يوفقك ان شاء الله وتكسر الدنيا في بيتك في النادي الاهلي. وزي ما قلت لك في الاول، احنا كلنا يعني منتظرين احمد عبد القادر يكسر الدنيا ان شاء الله. توفيق يا حبيبي، وان شاء الله اشوفك على خير قريب باذن الله. حبيبي يا ابو حميد. الشهاده مهمه من نجم كبير، ويعني وتشجيع ورسائل مهمه جدا من نجم يعني واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان. طبعا كابتن وليد سليمان طبعا كابتن من كباتن النادي الاهلي. انا سعيد جدا جدا، يمكن الرساله دي انت مش متخيل يا كابتن اسامه فرحتني ازاي، او مش قادر اوصفك سعادتي بالرساله دي. فانا طبعا كابتن وليد بشكره على الكلام ده، وان شاء الله هو هيبقى يدعمنا اكتر واكتر. هو موجود في النادي طبعا، هو هيبقى الدعم الاساسي معايا، وطبعا انا
اتعاملت معاه مع كابتن وليد يمكن اول شهر، يمكن انا ما كنتش بتعامل معاه بصفه مستمره دايما، بس الفتره اللي فاتت يمكن هو يعني موجود معانا في المتابع معانا الدوري، فاتمنى ان شاء الله ان انا يبقى علاقتي احسن واحسن بكابتن وليد، وبشكره طبعا جدا جدا على الرساله الجميله دي، يمكن دي تدينا دفعه ان شاء الله للي جاي، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجمهور والكابتن وليد واللعيبه كلها باذن الله. اول تمرين ليك بكره مع الفريق الاول ان شاء الله، اتمنى لك فيها التوفيق ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا وبنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن. حبيبي يا كابتن اسامه، انا كنت سعيد جدا انا مع حضرتك، وان شاء الله ما اكونش اخر الحلقات، ان شاء الله نبقى موجودين مع بعض دايما، وانا مش قادر اوصف لحضرتك السعاده اللي انا فيها، وبتمنى طبعا التوفيق لحضرتك في اللي جاي، وبتمنى التوفيق لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله الفتره الجايه نستضيفك وانت محقق كل طموحاتك وكل البطولات مع النادي الاهلي. كده وصلنا نهايه حلقتنا، بشكر ضيف اللي انا استمتعت بالحوار معاه كابتن احمد عبد القادر، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في الموسم القادم. احمد عبد القادر الحريف الموهوب، وزي ما بقول لحضراتكم ده يعتبر من الصفقات المهمه لنادي الاهلي، ويعتبر كمان ابن من ابناء النادي الاهلي. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بهذه الحلقه، ويظل الاهلي رغم انف الكارهين والحاقدين، يظل الاهلي فوق الجميع. في حاجات